ايه رأيك في الصورة دي؟ دي احد الملاعب، اعتقد ملعب نادي قفط، نادي طهطا نادي الرياضي. طهطا. وعلى فكره هو شبيه بنادي قفط الرياضي. طبعا دي طبعا بعض الصور طبعا والامكانيات اللي هي بتوضح المنشاه، الحاله اللي هي موجوده عليها. وطبعا المنشاه بالشكل دوت ممكن يعني تبقى رساله للمسؤولين ان هم يحاولوا بقدر الامكان ان هم يعدلوا من الكلام ده او يخلوها تمشي بالشكل يتناسب. وده اللي كنت بكلمك عليه كابتن سيف، لازم نعمل احنا يعني لازم اتحاد الكره يعمل حصر لكل الكلام دوت. صح، يشوف هو محتاج يعني النهارده لما يجي نتكلم مثلا في مواصفات غرف قلب الملابس هو هيعملها ولا محتاج احنا اتحاد الكوره يحط افضل يعني هو بافضل المعايير والسبل لغرف خلع الملابس، للاماكن بتاعت التهويه، اللي نتكلم في المنشات اللي هي موجوده. كل دي برضو منظر من المناظر، اعتقد ده شبان وادي الجديد. الوادي الجديد، اعتقد جمعيه شبان الوادي صح. الجديد. طبعا واضح ان هو يعني في نوع من الاهمال وفي، لكن انا عايز اقول لك ان برضو كل الكلام ده يدخل ضمن المنظومه اللي انت بتحاول تساعد الانديه في ايجاد حلول وتوفير موارد ليها. لانك انت النهارده اللي انا دكتور اشرف مجنني الساده المحافظين والساده المسؤولين باقل التكاليف تقدر حضرتك تلعب تعمل ملعب، يعني الحاجه موجوده والارض موجوده والقصه موجوده، هتعمل ملعب كل الشباب دي هتيجي تلعب وكل الشباب هتتجه صحيح. اتجاهات اخرى. صحيح. ايه الافاده ان انا اسيب الاوضاع بالشكل ده؟ ايه الافاده ان انا ما احطش ايدي واطور واجيب الشباب دي من رحله دمار وضياع لممارسه كره قدم وممارسه اي العاب تانيه ويبقى في انشطه؟ واعتقد ان دوت انت بتوفر بيه كتير جدا، وده اعتقد نوع من انواع اللي هو اللي او اتكلمنا عليه ان هو كالامن القومي بتاع البلد، ان انت بتجيب الشباب وبتضحى في هذا المكان. لانك انت النهارده مكان بهذا الشكل انت النهارده مهمل، لكن انت لو بيشتغل بشكل على الاقل حتى 50% نقدر الشباب يمارس فيه رياضه، مش شرط رياضه التنافسيه. احنا كمان احنا بنتكلم ان الناس عايزه تمارس كوره تنافس، للممارسه يعني طبعا مش مارس فيه بشكل للتنافس. بشكل طبعا. بشكل بشكل رياضه للجميع علشان خاطر تقدر تقلل حتى من انحراف بعض الشباب. النهارده عندنا كمان حاجات خاصه بالادمان، بالنسبه ل مش الادمان اللي هو المتعارف عليه ده، انت النهارده عندك ادمان انترنت وعندك ادمان الكمبيوتر، فبالتالي انت محتاج تمارس رياضه، محتاج صح. تبقى جسم عندك فيه رياضه. وعايز اروح للشباب، عايز اقول لك حاضر حاجه، انا كمان من ضمن الحاجات اللي نفسنا احنا نهتم بيها كمان يعني كمنظومه كرويه، احنا عندنا مشاريع كثيره جدا في قطاعات الناشئين مش مهتمين، يعني مش مهتمين، ولكن جانبنا الصواب فيها تاخرنا فيها شويه، مش مدينا بعض الاهتمام شويه. صح. لابد ترجع تاني. النهارده بتتكلم على تجارب زي المانيا، زي فرنسا، زي البرتغال، زي يعني دول كبيره جدا خدت من الاكاديميات، تحديدا المانيا خدت من الاكاديميات، اللي هي لابد ان اتحاد الكوره يبقى عنده اكاديميات خاصه به في كل المحافظات عشان يبدا يوسع قاعده الممارسه، يبدا يخلي العمر التدريبي يرتفع بتاع اللعيبه، فبالتالي يبدا عمليه التدريج بتاعه الناحيه الفنيه ان تبدا اللعيبه تبدا تزيد، تبدا اللعيبه العمر بتاعها يكبر، تبدا النهارده المستوى يرتفع، فبالتالي تتراكم بقى اللي في القسم الثالث هيرتفع مستواه على القسم الثاني على القسم الاول. انت بتتكلم النهارده القسم الاول كله بياتي نتاج من القسم الثاني والقسم الثالث، القسم الثاني والقسم الثالث لابد كاتحاد يهتم بيه بشكل اكبر شويه، لان